من الأغطية البلاستيكية أصبحت اللوحة الجدارية التي نفذتها أمانة جدة الأكبر من نوعها في العالم. طبعاً مشاهدينا، اللوحة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تصل مساحتها إلى 383 متراً مربعاً. طبعاً استغرق العمل فيها، تخيلوا، 8 أشهر. الجدارية الضخمة احتاجت لنحو 400,000 غطاء بلاستيكي، تندرج تحت مبادرة حماية البيئة بالفن وارتباطهما الوثيق. الجدارية تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك، بما في ذلك أيضا في الأعمال الفنية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.